الجفاف وانحسار المراعي يقابلها ارتفاع أسعار الأعلاف، أسباب دفعت جاسم حسين وآلافا من مربي المواشي في نينوى إلى بيع جزء كبير من ماشيتهم والإبقاء على جزء منها لسد العجز المالي الذي سببه ارتفاع أسعار الأعلاف، إذ وصل سعر الطن الواحد إلى نحو 700 ألف دينار. كل كم يوم أبيع عجل أو عجلتين أو أكثر لكي أصرف للحلال. والله كان عندي فوق 200 رأس حلال، هسه حاليا تقريبا 100 أو بهذا الحدود. هسه أعاني هسه الحليب قليل لأن ما شبعان علف، الحيوان ما شبعان علف. لم تقتصر آثار الجفاف على ارتفاع أسعار الأعلاف فحسب، بل كان لها دور كبير في هجرة جماعية لمربي الماشية إلى المدن. مؤشر سجله قسم الثروة الحيوانية في زراعة نينوى الذي طالب بتكثيف الرقابة على أسعار الأعلاف للسيطرة عليها. الجفاف أثر إلى هجرة الفلاحين والمربين من الأرياف إلى المدينة، وهذا سبب مشاكل كثيرة بسبب مشكلة الجفاف وتوزيع الأعلاف وارتفاعها بالأسواق. تاجر الأعلاف يتحكم بالأسعار كيفما يشاء كيفما يحلو له، والمربي تحت سلطة التاجر. وسجلت اللحوم الحمراء ارتفاعا ملحوظا في أسعارها بالآونة الأخيرة جراء ارتفاع أسعار المواشي، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 12 ألف دينار بعدما كان يباع بعشرة آلاف. قبل كنا استطاعتنا بأن نبيع اللحم الهبر ب11 ب12، تساعد المواطن ب11 ب9 العظم اللحم العراقي الأصلي. الحالي وقت الحالي لا، ما يقال أقرب من 12 إلى 10 لحم العظم، والهبر 12 ألف. ووفق بيانات دائرة الزراعة تحتاج نينوى إلى نحو 300 ألف طن من الأعلاف لهذا العام لتغطية جزء من احتياجات مربي المواشي. وتتجه أنظار مربي المواشي صوب الحكومة لإيجاد حلول تحافظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية التي تشكل عمودا من أعمدة الاقتصاد الوطني. من الموصل قاسم الزيدي، يو تي في.